اوكي، السلام عليكم. انا اسمي مازن سليمان، وطبعا قبل ما هبدا حابب الاول اتكلم عن نفسنا. يعني انا مازن سليمان، مؤسس ديكا في اكاديمي. احنا اكاديمي لتعليم اللغه الالمانيه. طيب، مين ديكا في اكاديمي؟ احنا اكاديمي لتعليم اللغه الالمانيه، وحابين نتكلم طبعا النهارده عن الأكاديمي وعن الكورسز وعن الفرص اللي احنا بنقدمها والعروض اللي معانا، وإيه أهمية اللغة الألمانية في الماركت حاليا في مصر. يعني بدايتي كانت مع اللغة الألمانية، يعني في دراستي في كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر. اتخرجت في 2015، وبدأت طبعا زي أي طالب خريج لغات مجال الكول سنتر، وكانت بداية في احدى الشركات المالتي ناشونال، وتنقلت في الشركه دي من قسم للتاني، وبدايه من 2017. يعني اشتغلت هناك الاول من 2015 ل 2017، بدايه من 2017 ومع تعويم الجنيه. طبعا كان في فرص، وبقى في زياده كبيره جدا في السالري الخاصة بالمتحدث اللغة الألمانية، فطبعا لم أتردد. يعني كأي شاب بيكون نفسه وحابب طبعا إن هو يكون المرتب بتاعه طبعا كويس، فنقلت لشركة برضو كبيرة جدا، وبدأت هناك في أكاونت برضو أز ان ايجنت. ومجرد ما خلصت التريننج، يعني اعتقد لقيت بس لمده اسبوعين، وبعدها جات لي الفرصه ان انا اجوين الريكروتمنت تيم، ومن هنا كانت بقى الانطلاقه. يعني وكسبورت في الريكروتمنت تيم لحد ما بقيت كوردينيتور. وكان طبعا في الفتره دي بنرن يعني انترفيوز لفترة طويلة، وقدرنا في خلال في الفترة دي كان طبعا في تعامل مباشر مع متحدثي اللغة الألمانية أو خريج اللغات، وإيه هي المشاكل اللي بتقابلهم عشان يجتازوا، أو من خلالها مش بيقدروا يجتازوا الانترفيو. فطبعا بعد شغل سنتين كان فيهم، يعني قدرت ان انا اسيب فيهم اثر طيب مع كل الناس اللي اشتغلت او تعاملت معايا في الفتره دي، لاني كنت دايما بكون حريص على ان انا اي حد بيحاول يابلاي على الفاكنسيز الموجوده ان انا ادليفر لي الفيدباك. طبعا ان اي ابليكانت يحصل على الفيدباك بتكون حاجه مهمه جدا ليه وللشركه. يعني انا بحافظ عليه ان هو هيشتغل على الفيدباك بتاعي ويرجع لي تاني، لان طبعا كلنا يعني او كل الشركات يعني، وحتى الايفنت الكبير ده بشكر طبعا القائمين عليه، حريصين ان هم ياتراكتوا افضل متحدثي اللغات. المنافسه طبعا كبيره جدا ما بين الشركات، والماركت طبعا بيكبر جدا خلال الفتره الاخيره، وكل ما عدد متحدثي اللغه الالمانيه او متحدثي اللغات في الماركت بيزيد، كل ما الماركت بيكبر اكتر واكتر والسالاريز بتعلى، فبالتالي الفرص بتزيد. طبعا من الاسئله اللي دايما بتسالها كتير جدا، طيب انا دلوقتي خلصت لغات وترجمه او ألسن ايا يكن اللغه اللي انا درستها، طيب هل خلاص مفيش يعني قدامي غير الكول سنتر، يا اما كول سنتر يا اما تكنيكال سبورت، مفيش اي كارير تاني؟ طبعا انا بريكومند جدا ان اي حد خريج لغات او بيتحدث لغه من اللغات المطلوبه ان هو يستارت، يبدا ان هو يجوين اي شركه من الشركات الكبيره الموجوده حاليا، كلها شركات محترمه والشغل فيها يعني مفيد على مستوى اللغه وعلى مستوى السوفت سكيلز بتاعتي. وكل ما كانت اللغه بتاعتي كويسه والسوفت سكيلز بتاعتي برضو ومهاراتي الاجتماعيه كويسه، هقدر ان انا يعني باذن الله اعمل كارير ويكون ليا فرصه في المجال ده.
ايا يكن، سواء انت يعني مخطط ان انت تستمر في المجال ده لفتره طويله، او زي ما كتير من الطلبه بتفكر ان هي هتكون مرحله انتقاليه، هي مرحله مفيده ومرحله لابد منها. يعني سواء ناوي بعد كده تدخل مجال الترجمه، مجال التدريس، اي مجال تاني، البدايه عاده لطلبه اللغات بتكون هي الشركات الانترناشونال او شركات المالتي ناشونال الكول سنتر، بتعدد طبعا الاقسام وتعدد الفاكنسيز الموجوده. طيب احنا قدرنا ان احنا نوظف من ساعه ما بدانا الاكسبيرينسز بتاعتنا في الكول سنتر والريكروتمنت، ان احنا نديليفر او ان احنا نعمل نأهل عدد كبير جدا من الطلاب، لدرجه ان اي حد بيشتغل بعد ما بيخلص الكورس تيك اوي ان هو بيقول لي انا لما رحت لقيت ان الاكونت او نص الاكونت او نص الويب بتاعتي كلها جايه من الايه، من المكان او من تيك اوي. طبعا معظم اللي بيشتغل عندنا نكاد يكون يعني اللي بيخلص بي اينس تيك اوي بيقدر ان هو يلاقي فاكنسي كويسه جدا من نسبه يعني 40 ل 50% من الويبس اللي بتخلص بي اينس بي اكاديمي. بعد كده من الويبس بتاعه البيتس نقدر نقول ان النسبه اللي بتلاقي شغل خلال فتره الكورس او بعد الكورس بتتجاوز ال 80%. طيب بنقدر نعمل ده ازاي، او ايه اللي بيميز ديكا بي اكاديمي؟ طبعا هو الانفايرمنت او الاتموسفير اللي احنا بنقدر نوفره خلال فتره الكورس، وان معظم الفيدباك اللي بنحرص عليها او اللي بتجيلنا ان الواحد او الطالب بيكون معانا حاسس ان هو في مكان حريص عليه، بيكون في متابعه، بيكون في تاهيل مستمر، وبالتالي النتيجة في الآخر بتكون الحمد لله إيجابية جدا، لدرجة إن ديكا في دلوقتي ممكن في أي مقارنة بينها وأي مكان تاني، طبعا مش بندعي إن إحنا أحسن من كل الناس أو حاجة، لكن الحمد لله يعني بيبان قوي قد إيه الطلبة حريصة إن هي تريكومند المكان، وده من يمكن أكتر حاجة بنعتمد عليها إن الطلبة نفسها هي اللي تكون حريصة إن هي تريكومند ديكا في أكاديمي، وبالتالي الناس أكتر برضو تقدر إن هي تعرفنا وتيجي وتشوفنا وتتعرف علينا وتستفيد برضو من الأوفرز ومن الكورسز اللي إحنا بنقدمها. طيب طبعا أنا لما ببدأ في مجال زي الكول سنتر دي بتكون مجرد البداية، وبالتالي لازم ما اوقفش ابدا ان انا اشتغل عليها. تمام، يعني المهارات بتاعتي دايما لازم باستمرار بطور منها، لان المنافسه قويه جدا جدا حاليا ما بين الناس وما بين الشركات نفسها، وان كل شركه بتحاول تحصل على افضل الكانديدتس الموجودين في الماركت، وكل ما بيكون في كواليتي وناس عندها كواليتي كويسه جدا كل ما بتكون الفرص بتكون اكتر، وكمان ان انا اعمل كارير بشكل سريع بتكون متاحه. طيب الانتقال بقى من مرحلة الدراسة إن أنا طالب في الجامعة أو لسه خريج جديد عشان أشتغل وعشان أكون فعلاً بستفيد، والشركة كمان اللي ادتني الفرصة إن أنا أشتغل عندها تستفيد مني، طبعاً دي بتكون متوقفة على التصور بتاعك وعلى ان انت تكون عندك ثقة كبيرة في نفسك وفي الكنتنس اللي هي المعرفة اللي عندك ومهاراتك، وان انت طبعا تكون حريص جدا ان انت تؤدي الواجبات بتاعتك او المهام بتاعتك على افضل ما يكون، وبالتالي التقدم او الخطوات اللي بعد كده بتكون ميسورة وبتكون مقدور عليها، لدرجة ان انا بلاقي مثلا حد خريج السنة دي او خريج السنة اللي فاتت ووصل انه بقى تيم ليدر او كواليتي كوتش او حتى اكاونت مانجر، وهو لسه ممكن المدة او الاكسبيرينس بتاعته لا تتجاوز السنتين او الثلاث سنين. فبالتالي انك انت تكبر في المجال ده ويكون ليك مسؤوليات اكتر مع الوقت متاحة جدا ومتوفرة
بس انت يكون فعلا عندك الاراده وعندك العزيمه ان انت فعلا توصل وتحقق ده. طيب من الفوائد المهمه جدا لتعلم لغات بجانب اللغه الام هو ان انت بتنمي عندك مهاره التواصل، وبتكون فعلا شخص يعني أفن، يعني شخص متفتح على ثقافة الغير والآخرين، خاصة إن أنت بتكون في تعاملاتك اليومية سواء في الشغل أو حتى خارج إطار العمل بيكون مع ناس من ثقافات أو من ثقافة اللغة اللي أنت بتتعلمها. ودي طبعا حاجه لازم تكون حريص عليها لانها بتكون مفيده جدا في الكوميونيكاسيون او في الكوميونيكيشن مع الكاستمر بتوعك او مع الكوندي اللي انت بتتعامل معاه. طيب ايه تاني ممكن يكون مفيد؟ طبعا الناس اللي هي بتتكلم الماني بشكل كويس فرص شغلها مش بس موجودة في الماركت هنا في مصر، لا موجودة يعني في عدة دول، وفي ناس كتير طبعا سافرت سواء يونان، تشيك، ألمانيا نفسها أو الدول المحيطة بألمانيا أو اللي فيها اللغة الألمانية لغة موجودة ولغة رسمية، زي طبعا أوسترايش اللي هي النمسا أو دي شفايتس، سويسرا أو ليشنشتاين، لوكسمبورغ، كل دي طبعا دول فيها فرص لمتحدثي اللغة الألمانية، خاصة لو هم معاهم مهارات تانية غير اللغة أو معاهم لغات تانية، وخاصة في مجال الـ IT أو الـ Information Technology. ودايما بريكومند أن أنت لو في المجال الـ Customer Service Already أن أنت تبدأ تشوف هتتعلم إيه جديد في مجال الـ IT. طبعا في كورسز بتبقى زي مقدمة كده في المجال ده، زي مثلا CCNA أو MCSA أو Linux، يعني كل أو السايبر سيكيورتي، كل الحاجات دي مطلوبة جدا وبشدة سواء في مصر هنا أو بره، فإن أنت يبقى عندك البيزكس دي أو عندك الأساسيات في مجال الـ IT، وسهل جدا إن أنا في خلال 4 أو 5 شهور أكون عملت الكورسز دي، وبالتالي اقدر ابلاي على vacancies خاصه بالتكنيكال سبورت واكون جاهز ان انا ابدا في المجال ده. وطبعا لازم نكون حريصين ان احنا واحنا بنتعلم الحاجات دي ان يكون فيه طبعا ممارسه عمليه للحاجات اللي انت بتتعلمها. طبعا انا هسعد جدا بالاسئله، لو انتوا طبعا اي اسئله خاصه باللغه الالمانيه سواء ازاي نتعلم الماني، المده اللي اقدر اتعلم فيها الماني وبعدها اكون يعني عندي القدره ان انا ابدا او الاقي فرصه شغل باللغه الالمانيه. طبعا منتظر الاسئله انها تيجي وأقدر إن شاء الله أفيدكم أو أرد عليها بقدر الإمكان. يعني برضو الناس اللي هي بتفكر بعد ما تتعلم ألماني وحابة إن هي مثلا سواء في مجال الـ IT أو المجال الطبي، دول طبعا مطلوبين جدا في ألمانيا أو الدول الناطقة بالألمانية، أقدر إن أنا أبلاي سواء على vacancies في ألمانيا على طول وبالتالي أسافر، يعني يجي عقد العمل وأنا موجود هنا في مصر، ودي طبعا أفضل حاجة، أو إن أنا أقدم على فيزا بحث عن عمل، ودي بتتطلب إن أنت يكون عندك على الأقل يعني 4 سنوات، من 4 لـ 5 سنوات خبرة قبل ما تسافر، وطبعا تعمل يعني إن المجال بتاعك اوريدي يكون مطلوب ويكون معترف به بره. تقدر طبعا تعمل كل ده وانت موجود هنا في مصر اونلاين، تاخد الانأكنونج وتكمل ورق، وبالتالي بتقدر ان انت تسافر. وناس كتير طبعا سافرت بالفيزا بحث عن عمل وقدرت ان هي تلاقي فرصه عمل، لكن بيكون للاسف الموضوع برضو محتاج ان انت تكون محضر نفسك كويس جدا وعارف الانترفيو بتمشي هناك ازاي، وهل فعلا مجالك مطلوب، بحيث ان انت ما تضيعش فلوس وقت على الفاضي. فلازم تكون واثق تماما من المعرفه بتاعتك. طيب في سؤال بيقول انا خريج ألسن ولدي خبره في التدريس لمده 17 سنه ومحتاج اغير الكارير، فهل ده تصرف منطقي؟ والله يعني زي ما بنقول كده ان
ما فيش سن محدد يعني تقدر تقول ان انا من بعده ما ينفعش اغير الكارير، يعني it's never too late، يعني this needs to spät، دايما بنقول كده this needs to spät. وطبعا spät يعني besser als nie، وعشان برضو ما الوقت ما يجريش بينا وبالتالي ما نكونش جربنا حظنا غير في مجال واحد، فما فيش مشكلة، ما فيش وقت معين تقدر تغير فيه الكارير بتاعك طالما عندك الإرادة وعندك طبعا الوقت ان انت فعلا تبدأ تتعلم حاجة جديدة وتضيف لنفسك. فده تصرف شايف ان هو ما فيش مشكلة فيه، وتجرب يعني الكارير والشغل في المجال ده اكيد هيضيف لك كتير جدا. طيب ايه العروض؟ العروض برضو موجودة، نقدر نشوفها موجودة على البوست بتاعنا. في حاليا خصومات لحد اخر الشهر، تقدر تحجز اي كورس تحصل على خصم يعني تقريبا 10%، في 25% على كورسات المحادثة والكورسات اللي هي خاصة بالمستويات المحادثة. في طبعا لحد اخر الشهر تحديد مستوى مجاني، يعني تقدر ان انت تشرفنا في الفرعين بتوعنا سواء في مدينه نصر او في الدقي وتعمل تحديد مستوى، وكل ده طبعا فور فري. وطبعا بنريكومند ليك تاخد فيدباك، ودي اهم حاجه طبعا بحيث اعرف انا موقفي فين او انا وصلت لفين. طيب هل مجال الكول سنتر ممكن الواحد ياخده ككارير؟ وده سؤال طبعا بيتسأل كتير جدا، ومن اهم الاسئله طبعا بترجع ليك انت واهدافك وعاوز توصل لفين ومهاراتك. تقدر توصل طبعا، يعني هيكون في طبعا في ناس هيكونوا كسبيكرز النهارده بداوا كاجنت ودلوقتي ماسكين بوزيشنز عاليه جدا، يعني مروا بمرحله التيم ليدر، مروا بمرحله الاكونت مانجر، مروا مراحل يعني وتجاوزوا طبعا وعملوا اكثر من خطوه، عاملين كارير وبقالهم يعني ممكن فوق العشر سنين شغالين في مجال الكول سنتر. يعني انا كان الاكونت مانجر بتاعي كان بيحكي لنا بيقول ان هو لما كان اجنت واشتغل فتره طويله جدا كاجنت مع تقريبا 4 أو 5 سنين، وكان بيابلاي اكتر من مره على التيم ليدر، وكان حوالي 5 أو كده أو 5 مرات، وكان بيجات ريجكتد، لكن هو طبعا كان بيحاول ودلوقتي وكان ساعتها طبعا بيقول ان هو كان ناجح جدا كتيم ليدر وبعدها بقى اكاونت مانجر وبقى تمام، واعتقد اترقى ترقيه او اثنين بعد ما كان اكونت مانجر كمان. فطبعا تقدر ان انت تعمل كارير في الكول سنتر، بس تبقى انت داخل وفعلا انت عاوز ده لان الفرص موجوده، بس انت تكون مستعد ليها. الاستعداد طبعا مش بس اللغه هتدخلك تحطك على اول الطريق، بعد كده اللي هيوصلك بعد كده تبقى تيم ليدر او تبقى اكونت مانجر او اي او ترينر او ايا يكن في الاوبشنز اللي تكون موجوده في الشركات، على حسب مهاراتك انت وعلى حسب اللي انت البلان بتاعتك تقدر ان شاء الله توصل وتعمل كارير. طيب I'm currently studying German undergrad. طبعا الشركات الموجوده معانا حاليا في كتير منها بيقبل الاندرجراد، وتقدر ان انت تابلاي وتحصل على وظيفه لو انت مستواك B2 او C1، حتى لو انت اندرجراد فتقدر تلاقي فرصه. بالنسبه للاندرجراد عشان يخلوا فرصهم اقوى في ان هم يحصلوا على وظيفه، بقول لهم احرصوا يا جماعه ان انتوا تكونوا بتتكلموا انجليزي مع الالماني او الماني مع الانجليزي بحيث ان انت تكون فرصك اقوى. يعني الاكونت اللي بتحتاج الماني ممكن تكون عددها اقل بكتير من الاكونتس او من الاقسام اللي بتحتاج اللغتين الماني وانجليزي مع بعض، وبالتالي انت كاندرجراد عشان تبقى فرصك اقوى لان انت فرصك طبعا مش بتكون قويه زي الخريج، فبالتالي انك يكون معاك انجليزي ويكون معاك برضو ممكن تكنيكال باك جراوند هيخلي فرصتك قويه جدا، وده قدر ناس كتيره تعمله ويحققوا ده ويشتغل هو لسه في سنه ثانيه جامعه او في ثالثه جامعه ويبقى لسه متخرج ومعاه 2 أو 3 سنين خبره ويبدا بقى خطوه اكبر بعد التخرج كمان. تمام، فين في مدينه نصر؟ طبعا تقدر تدخل على اللينك بتاع الفيسبوك هتلاقي العنوان موجود تفصيلا على الصفحة ورقم التليفون، وبعتلنا رسالة اسمها ديكا بي أكاديمي.
الصفحه بتاعتنا اسمها ديكا بي اكاديمي، واحنا طبعا اللوجو بتاعنا موجود، وتقدر ان انت تتواصل معنا وهنرد عليك طبعا بكل الاستفسارات. طيب هاو لونج، طيب المده اللي اقدر اوصل فيها الليفل سي 1 سواء انجليزي او الماني، هي بتعتمد على الطريقه اللي انت بتتعلم بيها وعلى مجهودك واجتهادك، مفيش فتره معينه، لكن المتوسط او الافريج يعني تقدر توصل لده في خلال سنه ونص، تقدر ان شاء الله توصل للمستوى ده. وانا اعرف ناس كتيره جدا او ناس معانا كتير جدا وصلت للمستوى ده، فكان طبعا ان انا اوصل لسنه ونص، لان المعلومه دي كانت بتبقى غايبه كتير جدا على طلبه كتير من طلاب الجامعه، ان هو مستني بعد ما يخلص سواء الدراسه 4 أو 5 سنين عشان يبدا يشوف سوق العمل محتاج ايه، عشان ياخد كورس او عشان هو مش فاضي وطبعا مضغوط من مواد الكليه. لكن انا بقول ان اي حد دلوقتي هو داخل لسه بيبدا الطريق، او في سنه اولى او في سنه ثانيه او في سنه ثالثه، لازم تحط تارجت نفسك ان انت على الصيف اللي جاي ده تكون جاهز ان انت تلاقي او تبدا الكارير بتاعك. بالمناسبه طبعا دي كافيه واختصار لداين كغيغا بيك، يعني طريقك لان انت تبني كارير او ان انت تبقى حد قوي في سوق العمل. وده طبعا هدفنا من دي 1، ان احنا اي حد بيدخل معانا بنبقى حريصين ان هو يبقى عارف البلان او التارجت بتاعته، تكون حاطط خطه زمنيه يعني متوسطه، بحيث ان هو برده ما يكونش دايما انتش خاس او يكون دايما تحت ضغط. فبالتالي انت تقدر توصل لمستوى بي 2 او سي 1 في خلال سنه ونص، وده عمله كتير جدا. وبقول برضو ان مش شرط توصل للبي 2 او سي 1 عشان تلاقي شغل، ممكن تبدا الكارير بعد البي اينس. طبعا في ناس كتير عملت، او طالما حد قدر يحقق ده انت كمان تقدر تعمله. كلنا يعني عندنا نفس القدرات، وطالما حد تاني قدر يحقق حاجه فانا ليه لا ما اقدرش احققها؟ اقدر طبعا، طالما عندي منتور او عندي حد بياخد بايدي وحد بيوجهني وبتعلم طبعا في المكان الصح او بتعلم بطريقه صح. طب احنا انتوا الماني بس ما فيش تحديد مستوى لغات ثانيه، احنا طبعا متخصصين بس في اللغه الالمانيه. الليكرافت او هيئه التدريس في ديكا في اكاديمي كلها ناس متخصصين في اللغه الالمانيه فقط، ودي حاجه طبعا بتميز الاكاديمي. معانا في الاكاديمي نيتيف سبيكرز سواء دويتشه او اوسترايشه، فبالتالي وانا طبعا دايما بقول ان المصريين اشطر. يعني حتى لو حد موتش بقحله او حد نيتف سبيكر وقوي، فغالبا ممكن يكون يعني حلب حلب، يعني هو نص مصري نص الماني. مصريين اشطر بكتير جدا في تدريس اللغه الالمانيه. بننصح دايما بكورسات المحادثه مع النيتف او مع الموتش بقحله، لكن عشان تتاسس كويس مفيش اشطر طبعا من المصريين في تدريس اللغات بشكل عام واللغه الالمانيه بشكل خاص. نفسي افتح اكاديمي اعمل ايه؟ طبعا لازم تكون يعني ابدا الاول اشتغل كمدرب لغه المانيه، او ابدا انت يعني اهل نفسك ان انت تكون مدرب لغه المانيه وخد خبره في التدريس، وابدا طبعا اعمل بلان وشوف انت تقدر تشتغل ازاي. اعلن عن نفسك سواء ان انت يكون عندك قناه على الفيسبوك، بيج على الفيسبوك او قناه على اليوتيوب، وابدا اعرض اعرض نفسك وقدم نفسك وقدم المهاره اللي عندك والقدره اللغويه بتاعتك، وهتلاقي الناس بتتواصل معاك من غير حتى ما تفتح مكان، وهتقول لك انا عاوز اتعلم الماني وعاوز اخد كورس معاك. فطبعا انت لو حابب تفتح اكاديمي انت ابدا الاول ان انت قدم نفسك واعمل فيديوز، اعمل محتوى تعليمي، وهتلاقي الناس لوحدها بتتواصل معاك، لان طبعا عدد الناس اللي هي القويه جدا في المجال ده مش كتير قوي. فبالتالي تقدر ان انت تدخل، والطلب على اللغه الالمانيه الفتره الاخيره في ازدياد مستمر، والماركت يستوعب، يعني الماركت يستوعب، والشركات يعني محتاجه. يعني كل يوم لو انت دخلت على الجروبات بتاعت الجيرمان سبيكر هتلاقي يعني بوستات كتيره جدا للشركات بتطلب ان هي بتطلب متحدثي لغه المانيه.
ازاي how to improve expression، ازاي انمي مهاره التحدث. انا عامل فيديو على قناه اليوتيوب بتاعتنا تقدر تدخل عليها وباللغه الالمانيه ومن غير انت تيتل، فبالتالي ادخل كده وجرب حظك واسمع الفيديو، فيه ثلاث نصايح مهمين جدا. طبعا احنا بنركز في الموضوع دايما على الممارسه، وان انا اعمل حاجه اسمها فيدا جيم او ناخ اتسيلن، وبالتالي الموضوع ده يبقى مفيد جدا. ان انا بيكون عندي طبعا فوات شاتس او حصيله لغويه، وعاوز اعملها اكتيفيرن، يعني اعملها تنشيط ان هي تكون فعلا كل ما اجي اتكلم الفوات شاتس او الكلمات الحصيله اللغويه اللي عندي اقدر ان انا استخدمها. ففي تيبس هايله جدا على في الفيديو، انصحك تدخل تشوفه. انا عندي مشكله كبيره في الجراماتيك. طبعا الجراماتيك يعني في ويب سايت حلو قوي اسمه ايزي دويتش، الويب سايت ده هايل جدا، حاول تدخل عليه كده وابدا واحده واحده، وان شاء الله تلاقيه الانهارت بتاعه مفيد جدا ليك، لان هو طريقه شرح الجراماتيك مبسطه جدا، وبيكون في فيديو وبيكون في شرح كمان مكتوب، فبالتالي تقدر تقرا الشرح وبعد كده تشوف الفيديو فهتقول طيب. هو طبعا دعايه وكده بس مش مشكله، يعني مهم ان الفايده توصل للناس. وطبعا الصفحه او البيج دي بتاعت حد الماني، والويب سايت اسمه ايزي زي يعني الانجليش ودويتش. تمام، في طبعا ايزي جيرمان، دول قناه موجوده على اليوتيوب في يعني الفيديوز اكتر مهتمه بالمحادثه او بالكلام وبالكولتور، لكن ايزي دويتش ده ويب سايت خاص بس بالجراماتيك او بقواعد اللغه الالمانيه، فبريكومند طبعا الويب سايت ده. اكتب بس في جوجل كده ايزي دويتش وهيطلع لك طبعا الويب سايت، وعيش بقى وحل وهتلاقي الموضوع ان شاء الله مثمر جدا. وطبعا لو لسه محتاج سبورت تقدر تشرحنا في الاكاديمي، واحنا طبعا تحت امرك يعني. طيب دلوقتي ليه يعني سؤال بيتسالني كتير برضه، كنت حابب اتكلم فيه، ليه يا جماعه الاتش ار بيجي منهم شكاوات كتيره، شكوى كتير قوي مش بيساعدوا. يعني انا عارف ان اخواتنا او زمايلنا في الريكروتمنت دايما اونتر ستريس ودايما مضغوطين، فارجو من الابليكانتس يقدروا حاجه زي كده. وكمان يعني حاول ان انت ما تتعاملش مع الناس يعني استاذ ريكروتر او كده ان انت تتعامل معاهم بس كنمبرز، لا تتعامل معاهم يعني كالس منشن والس كاستمرز، يعني هم هو كوندا في الاخر، وحد انت عاوز تكسبه لصالح الشركه بتاعتك على الاقل. لو هو ريجكتد فما تحسسوش ان هو قليل، لا يعني اديله فيدباك وكون حريص ان هو بعد ما يبقى وصل لمستوى ان هو يرجع يكلمك تاني ويتواصل معاك، يعني بتكون حاجه ايجابيه جدا. يعني كلنا بنسيب الشغل بتاعنا وبنغير وبنحاول، فبالتالي اللي انت هتسيبه في بعد ما تسيب الفاكنسي بتاعتك، يعني انت دلوقتي مثلا اتش ار مانجر او ريكروتر او لا، يعني ما تتعاملش مع الناس على انها ارقام وبس، او حتى التيم ليدرز بتوع الشغالين في الشركات، يعني رجاء يا جماعه ما تتعاملوش مع الاجنت ان هم نمبرز بس، لا دول منشن، دول ديز منشن، يعني ده واحد ولازم تكون بتتعامل معاه بشكل طبعا محترف. يعني انا بيجي لي طبعا بيجي لنا ناس من يتعلموا الماني سواء في انجلش اكاونت او يعني في اكاونت عربي، وبيكون في شكوى مستمره من الضغط ومن فطبعا خلينا نكون بنتعامل مع الناس دايما ان هم هيكون زميل ليا بعد كده، او هو حد زميل واتعامل معاه من ناحيه انسانيه، مش مجرد بس ان هو رقم وبحاول افيل نمبرز وادخل باتش ورا باتش ورا باتش، لا طبعا دي حاجه طبعا سلبيه جدا. طيب
الخصومات في خصومات يعني الخصومات موجوده يعني في برضه سايبين الموضوع ده في البرزنتيشن موجوده على الجزء الخاص بينا. ادخل وهتلاقي في خصومات 25% على المحادثه و10% على كل المستويات وتحديد مستوى مجاني. فالخصومات طبعا موجوده تقدر ان انت تستفيد منها. ازاي اقدم كمحاضر انت مستواك بي 2 يعني بيتس 5 بلس او سي 1 وشايف ان انت عندك مهاره توصيل المعلومه، يعني لا تتردد ان انت تبعت لنا السي في بتاعك على الارقام بتاعتنا اللي موجوده على الصفحه او على الايميل اللي موجود. ابعت لنا السي في بتاعك هنتواصل معاك وتعمل ديمو، وحتى لو يعني مش اكسبتد هو بتاخد فيدباك بنقول لك تشتغل على ايه وبحيث ان انت ترجع وتقدم معانا تاني. طيب زي ما قلت لكم كده الكارير في اللغه الالمانيه في فرص كتيره جدا. تقدر طبعا تشتغل هنا في مصر وانت حتى او في المانيا او في الدول الناطقه في الالمانيه. في فرص تشتغل في دول زي اليونان زي تشيك زي جنوب افريقيا زي تركيا، يعني كل الدول دي فيها برضو شركات زي اللي موجوده عندنا، وممكن الشركات دي ليها فروع في الدول دي وتقدر تقدم وتابلاي وتحصل على الفيزا. يعني انا حتى من اربع او من ثلاث او اربع سنين قدمت وكان في فرصه ان انا اسافر، لكن يعني ايه تراجعت ان انا اسافر وحبيت ان انا اكمل يعني هنا في مصر، ولو هسافر طبعا هسافر زيارات. فبالتالي الفرص موجوده يعني جدا. خلاص الفرص الخصومات دي موجوده النهارده كمان، لو حد بعت لهم يقول لك ان الخصومات خلصت فهي موجوده النهارده وموجوده لكل الناس اللي شاركت وحضرت في الايفنت بتاع النهارده، موجوده النهارده وموجوده بكره ان شاء الله تقدر تستفيد منها. يعني الخصومات ان شاء الله يا جماعه موجوده النهارده وموجوده بكره. يعني للاسف يعني الوقت خلص سريعا، لكن احنا موجودين معاكم طول اليوم النهارده لحد الساعه 8 وموجودين بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله يكون معاكم فراو بسنت اسماعيل، هتتكلم عن اللغه الالمانيه بشكل اكتر ونصايح كثيره جدا، فاستنوها بكره هتكون موجوده معاكم. وطبعا حضروا كل الاسئله اللي انتم عاوزينها وابعتوا لنا. يعني انا الوقت بتاعي خلص لكن انا موجود واقدر ارد عليكم ان شاء الله. ابعتوا لنا على الايميل وعلى الشات ان شاء الله نرد على كل الاستفسارات، ورقمي كمان موجود لو حد عاوز يتواصل معايا على الواتساب ويبعت لي رساله او هنرد عليه. لو تاخرنا شويه سامحنا، هنكون موجودين ان شاء الله. شكرا لكم وبالتوفيق لكم جميعا.